بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف الحديث عن قصتي مع اللحظة الأخيرة ونستهلها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخيرا انقشعت الغمامة السوداء التي فاجأتني أول أيامي بالكلية، الموقف اللي عاملته معايا شؤون الطلاب وفاجئوني بأن أنا غير لائق طبيا وعلي إعادة الكشف الطبي. ولما رجعت أطباء اللجنة الطبية فهموا الموضوع صحيح على صورته الصحيحة وصلحوا الوضع وقالوا ان انا لائق وان انا خالي من الامراض المعديه. كانوا مشتبهين في عوجاج عمود الفقري انه بسبب ضرر العظام او سل العظام، لكن لما عرفوا السبب اعتذروا لي ورجعت الامور وقويت واستخرجت الكرنيه بتاعي، استلمت بطاقه العضويه بالكليه، والان انا اصبحت طالب رسمي منتسب الى كليه طب طنطا في السنه الاعداديه، وذلك في اوائل سبتمبر من سنة 1976. بذلك أصبح لي حق الدخول للحرم الكلية دونما عوائق. كان مقر كليتنا القديم موجود في شارع البحر أمام مبنى المحافظة في المكان اللي هو حاليا يعني بتشغله كلية التربية. غير أننا لما كنا بندرس في هذه السنة ما كناش تبع كلية الطب، كنا بيعدونا لدراسة الطب، فعشان كده السنة دي كان اسمها السنة الإعدادية أو السنة التمهيدية. كانوا بيعدونا فيها لسنة الطب، فكان اللي بيدرسوا لنا أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم. بغض النظر عن الكيفية اللي كانوا بيتعاملوا بها معانا، فقد انقضت أيامها وكل واحد كل طالب مننا سابها وتركها في ذاكرته، يعني انطباع معين عن المرحلة اللي احنا يعني استمرنا فيها معهم خلال هذه السنة. كانت مرحلة جديدة، دراستنا كانت بتتم باللغة الإنجليزية بما تحتويه من مصطلحات صعبة في النطق والفهم. اكتشفت ان انا من السوبر ستار زي ما انا كنت متخيل عن نفسي بعد الثانوية، ولا حتى ستار عادي. فكان جميع الطلاب بلا استثناء هم مجموعة منتقاة من أوائل الطلاب، العكس ده كان فينا كمان مجموعة من أوائل الجمهورية واخدين ترتيب على المية الأوائل على مستوى الجمهورية. كان المشهد مهيب، أشبه بسباق الماراثون الرهيب. كل اللاعبين واقفين بيستعرضوا مهاراتهم مستعدين لانطلاق إشارة البدء علشان يجرم. أنا انطلقت الإشارة وأنا بعيد، ما كنت انشغلت أول أسبوع ده في الأيام الأولى، انشغلت بإن أنا بعيد الكشف الطبي، فتأخرت شوية عن زملائي، فكان الماراثون ابتدى قبل ما أنا أبتدي معاهم، فكان علي إن أنا أجري علشان ألحقهم. قبل انطلاق إشارة البدء احنا وصلتنا اخبار مشاهير الطلاب مع التأخير اللي حصل، فجسمي اصابه قشعريرة وارتعدت. قعدت اكلم نفسي انا اعمل ايه وسط الفطاحل دول، بس يعني انا ازاي اسابق معاهم، ازاي همشي في وسطهم يعني. وحتى كمان التأخير اللي اتأخرته كان سبب في ان انا يعني تدخل المحاضرة قال أبقى أسأل زملائي عارفين شوية مصطلحات ولو بسيطة بيرددوها وأنا مش عارف حاجة لسه، فيعني إيه جات لي حالة فزع. بس بفضل الله سبحانه وتعالى التجارب اللي أنا مريت بيها، التجارب القاسية اللي حصلت لي في على مدار حياتي كلها اللي فاتت، كانت تجارب مرة قوي. يعني الطالب الشاب المراهق كان بيقضي حياته في مرح حوله ويستمتع بشبابه، انا ما كنت يعني بستمتع بالامي، فالالام دي ما كنتش اعرف انها اما يعني ربنا سبحانه وتعالى سلطها علي علشان تمدني
بطاقة تحمل غير عادية، فما كنتش أعرف حاجة اسمها الاستسلام نهائيا. كان المصطلح ده لا الاستسلام ولا الخوف من الهزيمة، دي المصطلحات أنا ربما أخاف زي الناس، إنما أنا أستسلم ما كنتش أبدا أستسلم، لأن كنت عارف إن اللي دخل لمعترك الحياة زيه زي اللي بيعوم في المية، اللي بيعوم في البحر ده ما عندوش فرصة إنه يقف، لو توقف عن السباحة على طول هيغرق، لأن قوانين البحر لا تسمح لأحد يتوقف فيه، اللي يتوقف يغرق، إنما اللي بيسبح ولو حتى ما كانش عارف يسبح ويعني يحرك إيديه في أي اتجاه هيمشي، إنما اللي واقف ده قانون البحر، وقانون البحر هو نسخة من قوانين الحياة التي لا تتغير، إما إنك تجري مع اللي بيجرم ومش ضروري تكون فايز أو لا، أهم حاجة إن أنت توصل للهدف ولو توصل متأخر، لأنك وقوفك عن ممارسة السباق ده يعني إن اللي جاي من وراك هيدهسك تحت قدمه، وما كنتش بفضل الله سبحانه وتعالى أقبل بإن أنا أحد يدهسني على تحت قدمه، العكس ده أنا اتعودت دايما على الرغم من ظروفي إن أنا أكون في المقدمة، لكن أما حتى أفكر طب أنا أكون في المقدمة إزاي ومعايا الطلاب دول الوحوش الآدمية، وحوش دراسية يعني مستويات عالية جدا وحاجات يعني، فهعمل إيه بس؟ فإذا ما كانش قدامي غير إن أنا أبذل جهد مضاعف وخلاص ما عادش فيه وقت للراحة. أسئلة كانت كتير قوي دارت في دماغي في اليوم الأول للدراسة احترت فيها، لكن يعني ربنا حيرتني، بس كنت خدت القرار بعد ما حصل لي إجهاد ذهني، روحت البيت اتغديت ونمت، نمت شوية مش كتير، صحيت على المغرب بدأت أرتب الكتب بتاعتي والمحاضرات علشان أبتدي أتصفحها، موضوعات كانت كتير، اتأخرت أسبوع، كانت اللي عندي ترابيزة قديمة كانت بتاع جدي، كان بعد ما مات سابها لي ترابيزة يعني كانت من بقايا المطعم اللي كان فاتحه، قديمة جدا ومخلعة، فكنت زانقها كده في السرير ومثبتها بشوية مسامير يعني، بس كانت ايه بالنسبة لي يعني أحلى من المكاتب الفخمة اللي أنا قاعد عليها حاليا. بدأت خلاص عندي بالله وتوكلت على الله وابتدي ايه اذاكر، ولسه بفتح الكتاب واذا جرس الباب بتاع البيت بتاعنا بيضرب شوية، وامي دخلت قالت لي مجدي في واحد في اصحابك عايزك، طلعت لقيت واحد من اصدقائي القدامى، اهلا اهلا اتفضل ازاي اخبارك، قال لي فاضي دقيقتين يا مجدي اقعد معاك شوية، قلت له اتفضل، خدته جوه الأوضة بتاعتي، فشاف إيه؟ شاف أوراقي الكتب بتاعتي مترتبة على الترابيزة، لقيته بيقول لي إيه ده؟ هو أنت هتذاكر في أول يوم في الدراسة ولا إيه؟ أنت راجل تعبت في الثانوية وكتر خيرك إن أنت جبت مجموع كويس ودخلت طب، بقول لك راح يومين كده وراح جاي من غير ما يسألني، طلع كيس قماش كان حاطط فيه اللي هو أقراص الدومينو، الدومينو دي لعبة يعني مش عارف أنا عارفينها ولا لأ، يعني كنا لعبة بنلعبها على القهاوي زمان، مش عارف لسه موجود ولا لأ، أنا بقالي كتير ما بروحش قهاوي، لعبة زي الحظ كده أرقام كلام فاضي يعني حاجات تضيع وقت، لقيته مطلع الدومينو وقال لي يلا تعالى ناخد لنا دورين كده، وصلنا على كوبايتين شاي، فمسكت إيده قبل ما يطلع أقراص الدومينو، قلت له اسمعني كويس يا فلان، انا خلاص سبت الحاجات دي من زمان ومش ناوي ارجع لها تاني، وانا مشيت في طريق مش ناوي ارجع عنه، لو هتجيني عشان تضيع وقتي ووقتك يبقى بلاش تجيني، لو هتيجي تقعد تذاكر معايا ونشجع بعض انت في مجالك وانا في مجالي اهلا وسهلا بيك. الحقيقة الكلام ده خرج مني من غير تنسيق ولا إعداد، لا أنا كنت مرتب له وخرج مني بهذا الكلام، هو صديقي في الحقيقة سويق
لما سمع الكلام ده وخرج وما رجعش لحد النهارده، يعني ما قابلتوش من وقتها. ربما أنا كنت قليل الذوق وكلماتي فيها جفاء، لكن الموقف ده كان زي العملية الجراحية. طبعا هو بلغ الكلام ده معظم الزملاء، خلاص عرفوا بقى إن إيه مجدي سعيد انتشل من وسطهم ودخل في معترك ومشي في طريق مش ناوي يرجع عنه، فمحدش بقى خلاص يعترضه، سيبوه اللي هو يعني إيه متفرج. بدأت العمل الدراسي، كل يوم محاضرات، كل يوم معامل، كل يوم معلومات جديدة بلا توقف، يقابلها على الناحية التانية مجهود مضاعف عشان أستوعب بيه اللي فاتني، الجديد اللي جاي والقديم اللي فاتني، أسبوع ورا أسبوع. وكان عليا إن أنا أروح الكلية كل يوم مشي وأقف فيها مش أقل من 6 ساعات وأرجع مشي. بين الكلية وبين بيتنا كان عند كوبري القرشي شارع الجزائر عند مصنع الكوكولا القديم. كليتنا كانت في شارع البحر أمام مبنى المحافظة، كان حوالي 2 كيلو. عليا إن أنا أروح 2 كيلو مشي وأرجع 2 كيلو مشي وأقف 6 ساعات. طبعا كان مجهود كبير على الشخص العادي، لأن بالنسبة لنا كان هناك قاتل صامت يعبث بجسدي. كان انحناء العمود الفقري كان بدأ يزيد مع ازديادي في الطول، يعني كنت بطول، فكان شوية منهم برتفع لفوق وشوية منهم بنحني للجانب. وأنا زي ما قلت لكم كان طولي الحقيقي طويل جدا 182 سنتي، لكن خسرت منهم 18 سنتي بسبب احتجاج العمود الفقري. ورغم ذلك أصبح طولي 163 سنتي، الطول اللي تبقى. طب ال 18 سنتي دول راحوا فين؟ ده العمود الفقري انعوج وأخد شكل حرف الإس، بدأ يضغط على الرئتين وأنا مش حاسس. كل اللي كنت بشعر بيه ألم شديد قوي في ضهري وفي جنابي وضيق تنفس مع المجهود، لكنه كان منتظم. كنت في الحقيقة باخد الأمور بقى بضحك، يعني كنت قاعد أهزر لما أجي أطلع على أصحابي في الدور الثالث وأنهج، أقول لهم الأكسجين عندكم قليل قوي، نقعد نضحك وأنا عارف إن الموضوع كان يعني إيه بدأ يدخل في جد، لكن مش هستنى اللحظة اللي تجيلي فيها الموت، أنا معرفش هموت إمتى. أنا قلت عليا اللحظة اللي أنا عايشها أعيشها وأجتهد وأعمل اللي عليا، والموت ده بيد الله سبحانه وتعالى. كان الجهد مضاعف، جهدي كان كبير، والصحة يعني إيه كانت بدأت تتناقص. في شوية ظروف تانية حصلت في الوقت ده، من نهاية سنة 76 كنا خرجنا من حرب أكتوبر والبلد مشيت في سياسة الانفتاح الاقتصادي، فحصل رواج اقتصادي، فأصحاب المهن الحرة بدأوا ينتعشون، بدأت العربيات تكتر وبدأ التصليح يزيد، وبدأت الورشة بتاعتنا تنتعش بشكل غير طبيعي. فوالدي الله يرحمه خصص لي يعني ايه مرتب ثابت، كنا بناخد مرتب اسبوعي 4 جنيه، يعني 16 جنيه في الشهر، ومكافأة التفوق 9 جنيه وربع، يعني 25 جنيه. ده مبلغ يعتبر اكبر من مرتب الموظف العادي. الموظف العادي كان بياخد 17 جنيه، وانا داخل الشهر كان 25 جنيه. ده مبلغ كبير في عرف الزمان، ده كنت بحوشهم كلهم ما بصرفش منهم حاجة. لكن مشكلة المواصلات أعمل فيها إيه؟ أنا يعني استلفت 90 جنيه من زوج أختي، اشتريت بيهم عجلة ب 45 وساعة، ما كانش معايا ساعة في حتى هذا الوقت، ساعة ب 30 جنيه وعجلة ب 45 جنيه، واحتفظت بال 15 جنيه معايا للطوارئ. ولما قبضت المكافأة كانوا جمعوا لنا كام شهر كده مع بعض، سددت لزوج أختي الفلوس، وإيه وأصبحت دلوقتي مشكلة المواصلات عندي مشكلة خلاص اتحلت، وبروح الكلية وأرجع على العجلة بتاعتي 10 دقايق وأحضر. طبعا وفرت لي، يعني لولا إن ربنا سبحانه وتعالى
رزقني العجله، ما كنتش ابدا اقدر اكمل في الكليه وهي بالشكل ده. ازاي اقف 6 ساعات وامشي نص ساعه رايح ونص ساعه جاي؟ ما طبعا تعب يعني واجهاد، وبعد كده مطلوب مني اذاكر كمان. فالمهم العجله كان في 10 دقائق بتوفر لي ايه الجهد والوقت. شويه شويه وحصل تحسن كبير قوي في المستوى بتاعي، وصارت الدراسه بالنسبه لي متعه. لحقت اللي فات وحصلت بسرعه اللي جاي، ويعني ايه بقت ايام جميله. ومعكرش صفوي غير موقف واحد بس حصل في منتصف العام الدراسي لحد الموقف دلوقتي. انا مش فاهم الموقف ده اللي حصل، يعني انا احب برضه اقوله واقول اثره على انا يعني بحكيه. هو موقف ربما البعض يقول ايه الدكتور مجدي بيحكي التفاهات دي ليه؟ في الحقيقه هذا الموقف وان كان تافه الا انه يعني حدد جزء كبير من ملامح شخصيتي اللي انا انتهكتها بعد كده، وبتجيب على تساؤلات كثير من الطلبه عن سبب الرحمه اللي انا بتعامل بيها معاهم. الموقف كان ادي، كان عندنا معمل كيمياء، وكنت انا زي ما قلت لكم بقى طولي قصير 163 سنتي، وكنت يعني ما بقدرش ازاحم على الصفوف الاماميه، فكنت واقف في الخلف، وما كنتش بحب المزاحمه بتاعتي بطبيعتي لان ايه جسمي ضعيف وما اقدرش ازق بقى وكده يعني. فالمهم اعمل ايه عشان اشوف التجربه اللي بيعملها المعيد؟ جبت كرسي خشب ووقفت من اخر الصف ووقفت عليه، حاجه سلوك بيعملوه كل الطلبه في اي وقت يعني. فالمعيد بيتضايق لاني واقف على كرسي خشب، لقيته اتجن، قام شاتمني بشتايم وحشه وطردني من المعمل. ازاي اتجرأ واقف على كرسي خشب قدامه مع اني مكنتش واقف ارقص؟ طبعا انا كنت واقف عشان اشوف التجربه بتتعمل ازاي. انا كنت منتظر منه انه يحييني مثلا او يدعي لي، انما يقوم بطردي طردني فعلا. الموقف ده اثر عليا تاثير سلبي قوي، وزاد في كراهيتي للظلم. انعكس بقى على معاملاتي للطلاب بعد كده لما ربنا مكنني في الارض وصرت انا معلم للطلاب واستاذ بالجامعه. لما كنت معيد حتى بقى حتى مع الطلاب كنت بعملهم برقه شديده. افتكر دايما الاثر النفسي بتاع قصه طردي، وكنت يعني ايه ابقى حنين قوي على الطلاب، لدرجه ان انا على مدار حياتي كلها ما طردتش ولا طالب غير مره او اتنين كان الطلبه فيهم قلوا ادبهم بشكل مش عليا انا لوحدي فقط، ده على زملائهم كمان، واعاقهم العمليه التدريسيه، فقمت باخراجهم بمنتهى الادب. يعني لو سمحت اتفضل، مثل شتيمه ولا حاجه، انت بتعطل الايه المحاضره، ما دام انت مش محتاج اتفضل. يعني على مدار 38 سنه مثلا من التدريس ما حصلش الا موقفين، موقف او اتنين اللي انا اتذكرهم او ثلاثه يمكن، وخرجت الطالب بمنتهى الرقه والذوق والادب. لما كنت بصبر قوي كتير على اذى الطلاب، مش كل الطلاب نفس العجينه ونفس الطينه، في طلاب كده وكده. كنت ساعات بتغافل واعمل نفسي مش سامع او مش شايف، مقابل ايه ان انا ايه ما اذيش مشاعر الطلاب، لان طرد الطالب من المحاضره هي تشبه عمليه بتر احد الاطراف، بتدمر نفسيه الطالب تماما، وخصوصا لما يكون قدام زملائه. ده غير كده انا حطيت قوانين للمحاضره بتاعتي، كنت دايما ابلغها للطلاب واقول لهم عليها، وطلابي حاليا او اللي هيسمعوا الفيديو ده عارفين انا كنت بقول لهم ايه. كنت بقول ان الطالب قوانين كده كنت ببلغهم ببلغها للطلبه وعليهم ويلتزموا بيها، وده يمكن من الحاجات اللي خلت الطلبه تميل الى ايه الى صفي. فاوصل للطالب الحق في ان هو يحضر متاخر، يعني ايه ومفيش يعني ايه بالنسبه له موانع في الحضور، حتى لو جه متاخر او حب يمشي بدري من المحاضره علشان ظروف المواصلات، قال له ان هو ياخد راحته سواء يجي متاخر او يمشي بدري. وقلت له كم ما تستاذنش، ارفع ايدك وامشي على طول ومفيش مشكله. الطالب النقطة الثانية، طالب له الحق انه يقعد في المكان اللي بيستريح فيه،
وعلى الوضع اللي بيريح جسمه، لأن مش عارف إيه اللي في الطلبة وفي أجسادهم، وأنا مش عارف هل في حد كان يعرف إن أنا بتألم مثلا من وقفتي في المحاضرة؟ ما كانش حد يعرف، فبالتالي إحساسي بالألم خلاني أقدر ذلك في الطلاب اللي تعبان من وضع معين عليه إن هو يغير وضعه ويقعد في الجلسة. يعني في واحد يستريح إن هو يحط رجل على رجل، حط رجل على رجل، إيه المشكلة؟ واحد بيستريح لما يقعد على جنب شوية، إيه المشكلة؟ تأمل، أنا كنت بعاني بس ما حدش كان بيستجيب لي. فالآن إن أنا يعني إيه إن أنا أحس بالطالب اللي دفعني إن أنا أحس بيه هو معايشتي للآلام. وكنت بقول للطلبة كمان اللي عاوز ينام شوية في المحاضرة، غلبه النوم، ما يتعبش نفسه، يحط إيده يشاور لي بس، ويحط إيده تحت راسه أو راسه بين إيديه وينام 10 دقايق، الدنيا مش هتتهد يعني لما ينام شوية ويقوم مفوق مفيش مشكلة. وكنت بقول للطالب له الحق إن هو يوقفني وقتما يشاء ويطلب مني إن أنا أكرر المعلومة عشان أقولها له. وبالنسبة للطالبات يعني أنا قلت للطالبة إنها تخرج من غير ما تستأذن، لأن الطالبات كفيميلز لهم ظروف خاصة أحيانا يعني ما يعرفهاش المحاضر. فلو البنت جت استأذنت إنها تخرج تروح يعني الحمام أو خلافه ممكن يحرجها. فأنا كنت أقول للطالبات أنت يا بنتي عندك ظروف، أنت امشي من غير ما تستأذني، اطلعي خدي بعضك كده وامشي على طول من غير ما تسألي، روحي يعني شوفي ظروفك وتعالي في أي وقت يعجبك. في السنة ديت طبعا بعد الموقف اللي عمله معايا معيد الكيمياء، انا اخدت القرارات ديت بعد كده، كانت يعني كانت مصدر الالهام ليا لان انا اكون فكره وانقلها لطلابي بعد ذلك في صوره في صوره البنود اللي انا حكيت لكم عليها من شويه. في سنه الاعداد السنه التمهيديه توثقت على علاقتي بعدد من اخلص الاصدقاء الانقياء ذوو الشفافيه والاخلاق العاليه والعلم والوافر والبيئة الراقية، كان لهم أثر كبير في حياتي فيما بعد، ودول هتكلم عليهم بعدين. كان آخر ما أذكره في هذا العام اللي على أساسه أنا عرفت إمكانياتي الحقيقية واتحدد على أثره مجرى حياتي للمسار اللي أنا ماشي بيه حاليا، هو بطء كتابتي في اللغة الإنجليزية وعدم استطاعتي الإمساك بالقلم لأكثر من 10 دقائق وأنا بكتب إنجليزي غير وأنا بكتب عربي. كان بعد 10 دقائق صوابعي بتتشنج والقلم يقع من إيدي، لا أفقد السيطرة عليه ولا أستطيع الإمساك به إلا بعد مدة 3 4 دقائق. ده ظهر وأنا بكتب إنجليزي مش وأنا بكتب عربي، فاستغربت. فروحت لواحد من الدكاترة يعني في الكلية كده اتعرفت عليه، وقلت له انا يعني انا بستغرب انه ماسكي في القلم مش عارف ضعيف ليه، ده بيأثر عليا في الامتحانات ما بيخلينيش دايما الحق اكمل الورقه. الدكتور كشف عليا الله يكرمه يعني وشاف حالتي وفحص ايدي كويس وفحص بقيه جسمي، فقال لي اسمع يا ابني انت طالب في طب، انا عاوزك تفهم كويس الكلام اللي انا بقول لك عليه دلوقتي. ان فيروس شلل الاطفال لما جالك اصابك بشكل انتقائي غريب، اصاب طبعا، وقال الكلام بقى اللي انا اللي هو كنت انا رددته في الحلقات اللي فاتت. قال فيه ان من ضمن الاصابات اللي جات لك قوه القبض على الاشياء بالايد اليمنى، ايدك اليمين اللي هي دي، الإيد ديت فيها شيء غريب، العضلة اللي بتقبض وبتحرك من الشمال لليمين، اللي معنى كده إن صبعك الكبير لازم يكون موجود، العضلة إحدى العضلات اللي بتحرك الصبع الكبير المسؤول عن 60% من قوة القبض مشلولة، وهي باينة هيت عندي، العضلة هيت واضحة تماما، أهي مكانها فاضي، المفروض مثلا هنا أهي العضلة هيت في الناحية الشمال قوية.
هنا هيميل عندي العضلة مكانها. فالعضلة فيها شلل، وده هيأثر على مستقبلك. ازاي يعني؟ قال لي انت مش هتقدر يعني ايه تجاوب بصورة كويسة، فخلي اجاباتك مركزة، كما ان انت مش هتنفع تكون جراح، لان عشان تقدر تمسك الخيط والابرة والمشرط لابد انك تكون تتمتع باصابع قوية، فاختار التخصص اللي يتناسب مع امكانياتك دي. انا بعدت عن التخصصات الجراحية، لكن اعمل ايه في الامتحانات؟ في الحقيقة دي كانت نقطة ضعف عندي، خلت دايما الاجابة النظرية بتاعتي كانت دايما بتكون ناقصة، ما هياش مكتملة. ورغم ذلك يعني الأمور مشيت بشكل طيب، انتهت السنة الدراسية وحصلت على تقدير جيد جدا وترتيب متقدم في الدفعة. احنا زمان ما كانش بيجيب امتياز إلا 5 6 أو 10 بالكتير، اللي بيجيب جدا هم 70 واحد، من دفعتنا كانت 750، هم 70 واحد ما فيش غيرهم، أنا كنت فيهم 20. فالحمد لله رب العالمين، يعني اتحققت نتيجة طيبة، وربنا أتمم سعادتي وسعادة أسرتي لما حصلت على تقدير جيد جدا، بدأت أواصل مشوار بقية سنوات الطب. بس حصل في وقفة في عند هذه السنة دي، هنخليها للحلقة الجاية وإلى الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.